خديت مقيله هنا درت فيها شويه الزيت، درت فيها بصله مشلضه وشويه ثومه محكوكه، نخليهم حتى يتشحروا شويه. غنزيد واحد الفلفله حمراء تكون مقطعه قطع صغيره، ودابا ضفت شويه المعدنوس، قزبر ومعدنوس وشويه شامبينيون واغ اللي درتو في الماء طيب ترطاب وقطعته قطع صغيره. وهنا ضفت واحد الجزاره محكوكه، وهنا غندير شويه من هاد القشور ديال القمرون. القمرون اللي نقيت خديت القشور ديالو درتو في الفران تنشف مزيان تكرم وطحنته ودرت منه شويه. هنا غنضيفو القمرون صافي، ونخليو الحشوه تشحر. وهنا ضفت معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال السكنجبير، شويه الهريسه او الحار. وهنا غنحك شويه ديال السكنجبير طري، شوية الملح، واحد المعلقة صغيرة ديال الحامض، صافي. دابا نزيدو الفيرميسيل ديال الروز، هنا ضفت معلقه كبيره ديال الصوجة، وهنا ضفت صلصه الماء حار،